السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيكون الفيديو رقم 3 من سلسلة الفلاتر اللي بدأناها من فترة. لو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت هسيبها لكم فوق وهسيبها لكم كمان في صندوق الوصف، عشان انت محتاج تتفرج عليهم الأول قبل ما تبدأ تتفرج على الفيديو ده. في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم كده، هاخدكم في جولة كأنك كده لما بتجوين شركة جديدة، لما بتشتغل شركة جديدة، موظف الاتش ار بياخدك كده يفرجك على المكاتب والمداخل والمخارج بتاعت الشركة ومخارج الهروب بتاعت الحريق، المطبخ، الحمامات، يعني هعرفك كده بصورة كبيرة على بيئة التطوير اللي احنا هنشتغل فيها. زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا هنستخدم فيجوال ستوديو كود عشان نكتب كود الفلاتر، فالنهارده هنتعرف اكتر على فيجوال ستوديو كود، نشوف الزراير اللي فيه بتعمل ايه وايه اللي ممكن نستفيد منه وايه اللي هيستفيد منه النهارده وايه اللي هنستفيد منه في المستقبل. وفي الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن بنيه الابلكيشن بتاعت الفلاتر، هو بيتكون من ايه وايه هي المكونات الاساسيه. فتعالوا يلا بينا نبدا الفيديو. خليني اجاوب الاول عن سؤال من الاسئله اللي جات لنا في الفيديو اللي فات، ان حد كان بيسال بيقول طب كده خلاص الاندرويد ستوديو ملوش لازمه وكوتلين وجافا ملهمش لازمه. الحقيقه موضوع الاندرويد ستوديو والكوتلين والجافا ده تراك، والفلاتر ده تراك تاني، لكنهم في الاخر بيوصلوا لنفس النتيجه انك بتبني ابلكيشن. فسواء بقى اتعلمت بدات بالفلاتر فيجوال ستوديو كود او حتى كتبت فلاتر على اندرويد ستوديو، لانك ممكن تكتب فلاتر على اندرويد ستوديو، بس احنا بنستخدم فيجوال ستوديو كود لاني بشوف ان هو اسهل على الاقل في البدايه. احنا كده كده لازم هنروح لاندرويد ستوديو بس مش دلوقتي. سواء كتبت كود باستخدام الدارت او الفلاتر او بنيت ابلكيشنز بالجافا والكوتلين، فانت كده كده في الاخر هتكون محتاج تتعلم الاثنين، او الافضل انك تتعلم الاثنين. لو اتعلمت الدارت دلوقتي والفلاتر الدنيا هتبقى ماشيه كويس، لكنك هتبقى فاهم الدنيا ماشيه فوق ازاي مش فاهم الدنيا ماشيه من تحت ازاي. اما لو اتعلمت بقى الجافا والكوتلين فهتبقى فاهم البيز او الدنيا تحت عامله ازاي، فسهل جدا انك تشتغل مع الفلاتر. سواء بدات بدي او بدي فالاثنين لازم يؤدوا لبعض، وفي الاخر لازم تتعلم الاثنين. خلونا بقى نتكلم عن فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو كود هو ابلكيشن اوبن سورس بدا ظهوره في 2015 وهو مملوك لشركه مايكروسوفت، والجميل فيه ان هو بيشتغل على الويندوز والماك واللينكس على كل نظم التشغيل، وهو عباره عن ممكن تقول ان هو عباره عن نوت باد، يعني مكان بس تكتب فيه تكست ولكنه ذكي شويه وبيصحح لك الاخطاء وبيلون لك السطور. لو حد فيكم اشتغل على نوت باد بلس بلس قبل كده هيفهم انا قصدي ايه، يعني ايه نوت باد ذكيه شويه. بالاضافه لان هو بيركب له عدد كبير جدا من البلجنز اللي موجوده اوبن سورس وفري، وفي منها يمكن المدفوع كمان. الموضوع ثري جدا، هو عباره عن نوت باد ثريه جدا. بما اننا عرفنا ايه هو الفيجوال ستوديو كود، تعالوا بقى نتفرج عليه ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله بيه. خلونا نروح نعمل مشروع جديد. لو المشروع القديم مش موجود عندك هندور على نيو فلاتر نيو بروجكت اللي هي الخيار الاول، نضغط عليه ونسميه زي المره اللي فاتت ماي واحد. بيقول لك اختار مكان، خلينا نقول له هنا بروجكت، نقول له سيلكت. هو عمل مشروع بينشلايز بقى الدنيا. مش محتاجين دي، خلينا نقفلها. طيب هو كده خلص فتح المشروع بتاعنا. خلينا نروح نشغل المشروع بتاعنا. زي ما انتم شايفين هنا انا شغال على الماك، فالايفون اكس ار سيميليتر متوصل. خليني اروح على ران واقول له ستارت ديباجينج. خليني اجيب السيميليتر معانا هنا عشان نقدر نشوف الاثنين جنب بعض كده. كده زي الفل، جميل جدا. طيب كده المشروع بتاعنا اشتغل زي ما فات بالظبط، ولكن اللي زياده هنا والمفروض هيطلع لك دايما ان اول ما المشروع بيشتغل بيقوم فاتح لك البراوزر باللينك ده، وده بيكون فيه شويه حاجات هنتكلم عنها دلوقتي. بس خلونا الاول نبص على الفيجوال ستوديو كود. بالقائمه الجانبيه هنا هنلاقي مجموعه زراير، كل زرار منهم بيودينا لحاجه مختلف. خلونا نبدا نتكلم عن الاكسبلورر. الاكسبلورر ده بيعرض لك ملفات المشروع بتاعك، وزي ما احنا شايفين هنا المشروع بتاعنا اسمه ماي اب واحد، في شويه فولدرز هنا المهمه بالنسبه لنا، مثلا فولدر زي اندرويد. اندرويد ده هو البروجكت او مشروع الاندرويد اللي الفلاتر عمله كرييشن. تلاقي الاي او اس برضه نفس الفكره، ده البروجكت بتاع الاي او اس. بيلد فولدر مهم مش هتكلم عنه دلوقتي، بس اهم حاجه عندنا دلوقتي هو الفولدر اللي اسمه الاي بي، اللي هتلاقي فيه الملف اللي اسمه مين دوت دارت. معظم الوقت بتاعنا هنقضيه في الفولدر اللي اسمه الاي بي ده، لان كل الملفات بتاعتنا هتروح هنا. وزي ما انتم شايفين ملفات الدارت الاكستنشن بتاعها او الامتداد بتاعها دوت دي اي ار تي، فهنا هتلاقي الكود بتاعنا اللي احنا عدلنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو لو تفتكروا احنا عدلنا هنا تعديل كده صغير وقلنا وبعدين اما عدل هنا كده. طيب ده الكود اللي احنا شغالين عليه. لو ضغطنا
ضغط هنا هيخفي القائمة الجانبية، ولو ضغطنا تاني هيظهرها. لو خدت بالك ان اي تعديل هنا في الكود تلاقي ان علامة الدايرة دي ظهرت هنا، ده معناه ان الملف ده اتعمل عليه تعديلات ولكنه ما اتحفظش. مجرد ما اعمل له سيف هتلاقي ان الدايرة دي راحت، لان كده الملف اتحفظ. بس انا مش عايز اعدل التعديلات دي دلوقتي، خلينا ايه نرجع للمشروع زي ما كان. وكما العادة اول ما بنعمل سيف بيقوم عامل hot reload للابليكيشن، ويظهر التعديلات اللي تمت على الملف جوه المحاكي او الديفايس اللي احنا شغالين عليه. الملف التاني اللي هيكون مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرف عنه اللي هو الباب سبيك دوت يامل ده. مجرد ما تضغط عليه ضغطه هيقوم مفتوح هنا، وبعدين هتلاقي ان هو اتفتح في تاب جديد زي الكروم كده، وممكن ترجع للمين تاني وممكن تروح للباب سبيك دوت يامل ده. ممكن تقول الملف ده هو الكونفيجريشن فايل بتاع البروجكت كله. من هنا تقدر تضيف مثلا الديبندنسيز او اللايبرز اللي انت هتبقى تستخدمها في المشروع بتاعك. في ديبندنسيز عاديه، في ديفلوبمنت ديبندنسيز. كمان من هنا تقدر تضيف الاسيتس، صور اللي ممكن تستخدمها في الابلكيشن بتاعك، ودي النقطه اللي هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ممكن تضيف الفونتس لو عايز تعمل تضيف كاستم فونتس خطوط للمشروع بتاعك. يعني ممكن تقول ان هو ده الكونفيجريشن فايل، ولكن لازم تاخد بالك ان الملف ده خصوصا المسافات فيه بتفرق جدا، لازم لما تتعامل معاه تتعامل بحذر، وده هيبان معانا في المستقبل ان شاء الله. طيب خلونا تاني نرجع للاكسبلورر بتاعنا. من هنا تقدر تضيف ملف جديد، والملف ده هينضاف في نفس الفولدر اللي انت واقف فيه. يعني مثلا لو وقفت هنا وضفت ضغطت هنا هضيف ملف جديد في نفس الفولدر اللي انا واقف فيه، وبمجرد ما بدوس اسكيب هو بيكنسل الملف الجديد خلاص كاني ما عملتش حاجه. ومن هنا كذلك ممكن اضيف فولدر جديد، اكتب اسم الفولدر هنا او مجلد. ولو انت مثلا عدلت اي تعديلات على البروجكت بتاعك، ضفت صور من صوره ما بره الفيجوال ستوديو كود، ممكن تضغط على زرار ريفرش عشان يعمل لك ريفرش للهيكل بتاع الملفات، يعرض لك الملفات الجديده او الملفات اللي يمسح لك الملفات اللي انت مسحتها. واخيرا زرار الكولابس اللي هو بيقفل لك كل الفولدرز ويخلي لك الهيراركي زي ما هي واضحه كده. ده كان بالنسبه للاكسبلورر. خلونا بقى نبص بصه على الكود اديتور او المكان اللي بنكتب فيه كود اللي هو المنطقه دي. الكود اديتور ده زي ما كنت بقول لكم ان هو ثري جدا وجميل جدا. ليه؟ خلونا ناخد مثال. مثلا ان انت هنا حطيت لون معين لمثلا للبار ده، خلينا مثلا نغيره ونخليه ريد ونعمل سيف، تلاقي لون البار ده اتغير ولون الزرار كمان اتغير. هتلاقي ان هو هنا يعني هيومن فريندلي، هو اللون اللي بتكتبه هنا بيتعرض لك هنا، فدي نقطة مفيدة جدا ان هو يعرض لك الالوان. وكمان لو خدت بالك في نقطه حمراء هنا دي اسمها بريك بوينت، انت من هنا تقدر تضيف بريك بوينتس. في المستقبل هنعرف عنها اكتر لما نبقى مثلا بنعمل ديباجنج للكود وعايزين نعرف قيمه مثلا الكاونتر ده كام. لما تضغط هنا على البريك بوينت ده التنفيذ بتاعه بيقف عند النقطه دي لحد ما انت تقول له خلاص كمل او وقف. يعني بريك بوينتس حاجه مهمه ممكن تضيفها من المكان ده. الشيء الجميل بقى هنا ان لو خدت بالك مثلا، انا عارف ان احنا لسه ما اتكلمناش على الكود، شايف هنا هتلاقي سطور الكود مترقمه، كل سطر ليه رقم. لو وقفت جنب مثلا على الرقم 2 ده وقفت جنبه كده هتلاقي ظهر سهم لتحت. سهم لتحت ده الجميل فيه ان بمجرد ما تضغط عليه بيقوم قافل لك البلوك اوف كود، بلوك معين بيقوم قافله لك، بيعمل لك ليه كولابس بحيث ان هو يوفر عليك شويه مساحه عشان تشوف احسن وانت بتنافيجيت جوه الكود بتاعك. وعشان ترجع تعرض الكود تاني يا اما بتضغط هنا يا اما بتروح تضغط على الثلاث نقط دول فبيظهر لك الكود بتاعك تاني. طيب ده كان بالنسبه للاديتور بتاعنا. لو نزلنا بالماوس كده من تحت شويه 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 يطلع لنا السهم. لما نضغط كده لفوق هنلاقي الجزء ده، والجزء ده هو جزء مفيد جدا. خلينا ناخده واحده واحده. اول حاجه هي الديباج كونسول. الكونسول ده هو المكان اللي بيتعرض فيه الحاله بتاعت الابلكيشن بتاعك ده، او بيتعرض فيه اللوج او الديباجنج اللوج بتاع الابلكيشن. لما تقول له شغل الابلكيشن، وانت بتشغل الابلكيشن في عمليات معينه بتحصل، ممكن وانت بتشغل الابلكيشن يحصل ايرور ويحصل مشكله، ممكن انت وانت شغال بتطبع حاجات تبقى عايز تشوفها، فده المكان اللي هيظهر لك فيه كل الايرورز او الورنينج او اللوج اللي انت بتحاول تطبعه اثناء تشغيل البرنامج. اما النقطه الثانيه هي البروبلمز. البروبلمز دي هي المكان اللي يظهر لك فيه المشاكل الموجوده في الكود واللي بتعملها الدارت اناليسيس. لما سطبنا البلاجن بتاع الدارت جه معاها حاجه اسمها الدارت اناليسيس. الدارت اناليسيس دي بتشوف الكود اللي انت كاتبه عامل ازاي وتقول لك على الاخطاء اللي فيه. خلونا مثلا نقوم مسحين الكوما دي ونعمل سيف، هتلاقي مباشره جوه البروبلم ظهر عندك بيقول لك اكسبكتد تو فايند كوما في المكان ده، ويقول لك السطر والعمود، بيقول لك السطر رقم كام وفي الكاركتر رقم كام. في السطر رقم 13
عند الكاركتر رقم 7 احنا متوقعين ان احنا نلاقي كوما هنا، واول ما تكتب الكوما هتلاقي ان البروبلم خلاص اختفت. لما تعمل سيف هتلاقي الدنيا ماشيه كويس. خلينا مثلا نمسح كوما من الكوماس دي ونعمل سيف. لما هنيجي نعمل سيف الابلكيشن مش هيريلود. انا عمال اعمل سيف اهو، بكتب كوماند اس او كنترول اس، خليني اعمل سيف. مفيش اي حاجه، انت كنت لما كنت بعمل كوماند سيف كان هنا بيلود ويعرض التغييرات، ولكنه طالما عندك بروبلم الدنيا مش هتلود لحد ما تصلح المشكله دي. خلونا نصلح المشكله ونضيف الكوما ونعمل سيف، هتلاقي ان هو بيعمل سينكينج تحت اهو والابلكيشن يشتغل كويس. طيب خلونا بقى نرجع نبص بصه على الدارت ديف تولز اللي اتكلمنا عنها في البداية اللي هي بتظهر لنا هنا، بس عشان نقدر نتكلم عنها محتاجين ان احنا نجيب السيميليتر بتاعنا. طيب ده الابليكيشن بتاعنا وده الدارت ديف تولز. الديف تولز دي الجميل فيها ان هي ديفلوبمنت تولز، اختصار لديفلوبمنت تولز. التولز دي هي اللي بتساعدك انك تعمل ديباج، انك تشوف المشاكل او تبقى عندك رؤية اكبر للابليكيشن بتاعك من مناظير مختلفة. خلينا مثلا نتكلم عن حاجة واحدة منها اللي هي السيلكت ويدجت مود. السيلكت ويدجت مود دي اول ما بتفعلها بيعرض لك الابليكيشن بتاعك هنا، عباره بيعرض لك كل الويدجتس بتاعت الابلكيشن بتاعك، او بيعرض لك هيكل الابلكيشن بتاعك. هنتكلم عن ويدجتس قدام شويه. فانت مثلا لما تضغط على الايكون دي هتلاقيه بص عمل لها هايلايت هنا. لما تضغط على اي مكون عندك في المشروع بتاعك هتلاقيه عمل له هايلايت عشان انت تشوف هو معمول له ريندر ازاي، او هو طالع على الشاشه بصوره شكلها عامل ازاي. الميزه اللي بعد كده السلو انيميشن دي، لما بتفعلها لو انت عندك اي انيميشن في المشروع بتاعك، بس احنا عندنا هنا مفيش انيميشن، بيخليها بطيئه شويه. النقطه اللي بعدها هي الديباج بوينت. الديباج بوينت اول ما بتضغط عليها بيعرض لك اللي اوت بتاعت كل كومبوننت عندك على الشاشه، يعني رقم 5 اهو شايف المستطيل اللي حواليه ده. ده معناه ان الفيو بتاع رقم 5 ده هي دي ابعاده، هي دي يعني مثلا ممكن يبقى الفيو كبير جدا و5 دي طالعه في النص، لكن لا، ابعاد الفيو بالظبط على قد الخمسة. مثلا فلاتر ديمو هوم بيج نفس الفكره. الموضوع ده مفيد جدا عشان تشوف الفيوهات اللي انت بتضيفها شكلها عامل ازاي، لانك لو مش مديها خلفيه هتبقى مش عارف هي ماليه قد ايه من الشاشه. النقطه اللي بعد كده بينت بيز لاين، بيحط لك خط تحت اي بيز لاين موجود عندك في الابلكيشن دي عشان تشيل الريبن او الخط اللي موجود فوق ده بتاع الديباج. يعني ده ملخص سريع للديف تولز، ولكن الديف تولز كمان فيها حاجات تانية مختلفة، زي مثلا الميموري، ان هو بيبص على الابليكيشن بتاعك ويشوف استهلاكه للميموري قد ايه، ودي حاجة بتساعدك جدا في انك تفهم في اوقات تحصل عندك مشكلة تبقى مش فاهم فين المشكلة، فدي بتساعدك جدا. البرفورمانس هنا انت ممكن تستخدمها في انك بتعمل بروفايلنج للابليكيشن بتاعك، دي صورة متقدمة شوية الا انها لما هتحتاجها هتلاقيها هنا. يعني دي صورة ملخصة هي دي الدارت تولز. تعالوا بقى نتكلم عن بنية الابليكيشن بتاعة الفلاتر. انا هنا حاولت ابسط الابليكيشن بتاعنا شوية بحيث ان احنا نبص عليه من صورة افقية كده. الابليكيشن هيتكون من عدد من الشاشات، وكل شاشة بتتكون من حاجة اسمها سكافولد. سكافولد دي لو شفنا الترجمة الحرفية ليها عبارة عن سقالات، معرفش هما ليه سموها كده بصراحة. ممكن نقول ان هي كل سكافولد عبارة عن سكرين، ولكن مش كل سكرين عبارة عن سكافولد بس. مش مهم، المهم ان احنا نعرف ان سكافولد ده هو الكونتينر او المكان اللي ممكن نضيف فيه مكونات وتظهر على الشاشة. كل سكافولد بيتكون من اب بار، الاب بار اللي هو بيظهر فيه التايتل وبيظهر فيه حاجات تانية كمان. يعني ممكن نقول ان الشاشة اللي قدامنا دي عبارة عن سكافولد فيها الاب بار اللي هو اللي احنا شايفينه لونه احمر ده، فيه تايتل وفيه شوية حاجات تانية وبادي، والبادي ده بيبقى موجود فيه بقية الشاشة. خلينا كده نروح نبص بص على الكود. خلينا مثلا في القائمة دي في نقطة بس سريعة هنعملها، ان احنا هنمسح كل الكلام المكتوب بالاخضر ده. المكتوب بالاخضر ده بيتسمى comments. الكومنتس دي هي عبارة عن تعليقات بيكتبها المبرمج عن ليه هو عامل، هو كاتب الكود ده، او بيشرح فيها البنية الكود بتاعته عاملة ازاي. هي عادة بتستخدم في ان هي بتسهل التواصل لما تخلص شغل في الكود ده وبعدين حد يجي بعدك. خلونا نمسح كل ده ونيجي هنا للابليكيشن بتاعنا. زي ما قلنا ان كل ابليكيشن بيتكون من سكافولد، خلينا هنا نضيف سكافولد، وجوه السكافولد ده هيكون عندنا اب بار. الاب بار ده هنعرفه بالطريقة دي. الاب بار فيه تايتل، هنقول له تايتل بتاعنا عبارة عن تكست، والتكست ده اسمه my app bar، ونعمل سيف. هتلاقيه هو عمل ريفرش، مسح كل حاجة وبقى عندنا هنا my app bar. وزي ما قلنا ان السكافولد فيه app bar وفيه كمان body،
وفي البادي ده احنا ممكن نضيف اي فيو ممكن يظهر، مثلا نقول له عايزين نظهر تكست وهنسميه my first text ونعمل سيف. اول ما هنعمل سيف هيعمل ريفرش وتلاقي اهو طلع لك التكست اللي احنا كتبناه. طيب خلينا نتكلم بصورة اعمق ايه هو السكافولد وايه هو الابار ده وايه هو التكست. كل دول في الاخر عبارة عن حاجة اسمها ويدجت. الويدجت هي وحدة بناء الابليكيشن عندنا. فالسكافولد ده عبارة عن ويدجت كبيرة بتشيل جواها ويدجت صغيرة، والابار ده عبارة عن ويدجت مخصصة ان هي تظهر فوق في الابار، والبادي ده مكان بياخد ويدجت او ويدجت شايلة ويدجتس كتير. يعني مثلا احنا ممكن نضيف هنا مثلا اكتر من حاجة. مثلا في عندنا ويدجت اسمها كولوم، والويدجت اللي اسمها كولوم جواها children، يعني ممكن تشيل اكتر من ويدجت، وكولوم يعني عمود فهتحطهم كلهم تحت بعض. فاحنا لما نعمل كده مثلا ونعمل سيف هنلاقيه حطهم كلهم جنب بعض. طيب احنا عندنا ويدجت تانية اسمها رو دي يعني صف، يعني بيرتب الحاجات ورا بعضها. رو دي برضو زيها زي كولوم، فيها children، لما نحط فيها الويدجتس بتاعتنا هيبقى شكلها عامل كده. خلينا نقول له رو عشان نفرقهم عن بعض ونعمل سيف. هتلاقي ان هو my first text عبارة عن كلهم ابناء او كلهم جوه الكولوم تحت بعض، وبعدين هنا هتلاقي ده بقى الرو ده جواه مجموعة تكست موجودة ورا بعضها. الكلام ده احنا هنتكلم عنه بتفاصيل اكتر، بس انا حبيت اوريكم بنية الابليكيشن ومفهوم الويدجت بس كده. تعالوا بقى نرجع نتكلم تاني. بس يا سيدي هو ده كان الفيديو بتاعنا للنهاردة. لو عجب الفيديو عايزك تعمل له لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة، وما تنساش تشغل زر الجرس عشان دايما يجي لك كل جديد. ولو حاسس ان المحتوى بتاعنا مفيد، سواء ان كنا بنتكلم عن البرمجة او بنتكلم عن موضوع نيوزيلندا، انت ممكن تاخد الفيديو ده وتحطه في الجروب بتاعت الواتساب او جروب الفيسبوك بتاعتك، بتاعت العيلة، بتاعت اصحابك في الجامعة، اللي موجود فيها اي حد انت شايف ان هو ممكن يستفيد من الفيديو. ولو حابب تدعمنا وتدعم انتاجنا للفيديوهات، فانزل تحت هتلاقي في صندوق الوصف مجموعة لينكات تقدر تدعمنا عن طريقها. ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، سلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله هنكون بنتكلم عن ازاي نستخدم الصور في ابليكيشن فلاتر، فخلي بالكم الموضوع ده واستنونا ان شاء الله، والسلام عليكم.